هنعمل مع بعض النهارده بقى فطير باللحمه المفرومه. انا جبت نص كيلو دقيق، العجينه عجنتها عشان ما اطولش عليكم في الحلقه. جبت كوبايتين ميه، نص كيلو دقيق، كوبايتين ميه، ميه عاديه يعني، ومعلقه صغيره سكر وربع معلقه ملح، وعجنتها العجينه اهي. انا عجناها معاكم قبل كده، طلع على مطبخ غادة محمود بالعربي او بالانجليزي. العجينه جميله اهي، طريه معايا اهي، هقطعها بقى كورها. بسم الله الرحمن الرحيم، فكورتهم اهوت، حطيتهم اهو، حطيت دهنت الحاجة اللي انت هتقطع لها زيت او سمنة، وعندي لحمة مفرومة متعصنة. هجيب اللحمة ونعصنها، بصلة كبيرة وشوية ملح وفلفل وشوية قرفة وشوية جوزة الطيب واللحمة وشوية زيت، وهعصجها على النار لما تستوي معايا اللحمة خالص، تبقى مستوية خالص. هنحشي بقى الفطيرة، وعندي سمنة افردها بقى كده، افرد الفطيره. بسم الله الرحمن الرحيم، نحشيها. العجينة ترتاح معانا شوية عشان تفرد سهل. ادي الصينية زيت، ابتدي اقطع معاك مش لما الرقمة أو الحاجة اللي تحتها تبان من تحتها اهيت، أنا بحط الرقات ديت عشان تشيل الحشو. يلا نطبقها على الحشو كده بقى. حط الحشوة في النص، الحشوة اللي أنت عايزها تحشيها، لحمة، جبنة، أي حاجة أنت عايزها تحشيها، الحشوة المفضلة ليك. نبتدي بقى ناخد الطرف ده اهو، الطرف ده، الطرف
مثلا الطرف ده، سيبها بقى ترتاح شويه عشان اعرف افردها تاني. عملنا واحده اهي، نعمل التانيه بقى زي كده. اسمها تشد الحرف ده اهو، اشيلها بقى احطها في الصينيه. تهول الحرف من تحت شوفي، هنحطها عليها سمنة، نشيلها بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، نحطها فوق. ممكن تحطها كده برضه من غير حشوة لو مش عايزة تحشي، تتحط كده هي تدخل تطلع جميل. حط الحشوة بقى في النص، بس كده اهي. دخلنا بقى على الفرن. ماشي. كل ما العجينة هترتاح كل ما تتفرد معاك أحسن أسهل. 3 5 دقايق أول فردت معانا اهي. هذه نوشها بقى سمنة، ندخلها على الفرن ثانية أخرى. بس كده بقى ادخلهم على فرن متوسط الحرارة، ولع لها من فوق من تحت،
ريحتها جميله. ثانيه، الله، ريحه وطعم جميل، ريحتها وطعمها جميل. اعملكم قطعه من هنا. شايفين القرمشه بقى بتاعت الفطيره؟